كرسي الاعتراف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بن عمارة عبدو من الجزائر من ولاية سطيف. ولدت 11 نوفمبر 1998. ترعرعت في مجتمع محافظ. عندما كنت في عمر 3 سنوات أصابني ارتفاع ضغط الدم فأصبحت كفيف. دخلت إلى مدرسة صغار المكفوفين بشلغوم العيد. عندما كان في عمري 6 سنوات دخلت إلى مدرسة شلغوم العيد. تحصلت على شهادة التعليم المتوسط وذهبت إلى ثانوية عبد الله العطوي دائرة حمام غرغور ولاية سطيف. وهناك أكملت دراستي وتحصلت على شهادة البكالوريا. والآن أنا أدرس في جامعة محمد لامين دباغين الهضاب، التخصص علوم اجتماعية. أنا أعزب وفي عائلتي أختي كفيفة وأخي الأكبر مني بصير، ووالدي وعندي والدية. شخصيتي متفتحة وأحب الابتسامة والضحك، ودائما أحب أن أجعل نفسي مرتقي. عندي طموحات كبيرة ومن بينها الذهاب إلى دول العالم المتقدم. أشكر إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات لهذه السيرة الذاتية، وجزاكم الله خيرا. كرسي الاعتراف.